السلام عليكم. باللغة الصينية المعنى ديالي نيخا. إذا هذا المصطلح نيخا تنقسم إلى قسمين: ني معناه توا، معنى أنت توا تو، وخا معناه بخير. السلام عليكم نيخا. إذا أي صيني يتلقى به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لجميع المتتبعين قناة جو كومينيكتيفي وكذلك الأحباء الكرام. إذا أقدم لكم الجديد فيما يتعلق بتعلم اللغة الصينية بشكل ذكي مبسط وسهل. إذا لنتمكن من هذه اللغة التي تبدو أنها صعبة شيئا ما، وسوف نقدم المستحيل لكي نتعلم ونتكلم ونتحدث بها بشكل جيد. هيا بنا نتعرف على حصة اليوم. إذن على بركة الله نبدأ بتقديم بعض المصطلحات باللغة الصينية والترجمة ديالها باللغة العربية وكذلك بعض التفسيرات. لاحظوا معي: السلام عليكم باللغة الصينية المعنى ديالي نيخا. إذن هذا المصطلح نيخا تنقسم إلى قسمين: ني معناه توا، معنى أنت توا تو، وخا معنى بخير. السلام عليكم نيخا. إذا أي صيني يتلقى به نيخا، غادي يرد عليك بيان سيغ نيخا، غيتفاجئ نيخا. من بعد نيخا وما، نيخا وما، هل أنت بخير؟ إذا ما هذيك تدل دائما على السؤال، دائما تستخدمها الصينيين للدلالة على السؤال. نيخاو ما، شنو الفرق ما بين نيخاو ونيخاو ما؟ نيخاو هي السلام عليكم، ولكن السؤال هل أنت بخير؟ نيخاو ما، بكل بساطة. إذا الرد يكون على الشكل التالي: وخنخاو، أنا بخير، وخنخاو، هو بخير، تا خن خا. إذن ني أنت، ني اللي بغينا نضبطوها مزيان، ني بحال الشكل هذا. أما للتبسيط ني، داكا. أما اللي بغيتي تقولها بشكل جيد، ني خا، ني خا. أما بصفة عادية ني خا، ني خا وما، وخنخا، جيد، تا خنخا. فهم؟ لنمر. إذن كيفاش نقولو شكرا باللغة الصينية؟ سياسية سياسية، نيخا نيخا وما، وخنخا، تا خن خا، شكرا سياسي، و خن خا، انا بخير، وانت وانت. كيفاش يمكننا نترجموا هذا وانت وانت؟ كيفاش يمكننا نقوله باللغه الصينيه؟ تنستعملوا المصطلح هذا، نينا و خن خا، نينا وانت، هل انت بخير؟ وأنت، هل أنت بخير؟ بارفوا تنستعملو، بعض المرات تنستعملو بو، معنى ديالها النفي، أنا لست بخير، و بو خا. إلى اللقاء، تساي تين، تساي، معنى هذا المصطلح هذا، تساي، معنى ديالو من جديد. وتين تين معناه النظر. إلى اللقاء، إلى لقاء جديد، سايتي. إذا نعتاد في نهاية كل حصة من قيام بعض التمارين خاص بالنطق، تمكن من 4 إيقاعات مختلفين. مثلا عندنا إيقاع مرتفع والفرق ديالو ما بين إيقاع منخفض، هي نتدرب في هذه المقاطع: إي
ما هاو سن وو ني با هن ني ما. جيد. هنا الفرق ما بين إيقاع تصاعدي وإيقاع تنازلي. تاي ما بو بو تين ليو شاي شن تا خاي. جيد. إذا نلقاكم إن شاء الله في حصة قادمة من تعلم اللغة الصينية بسهولة. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة والتتبع، ودائما ليس هناك مستحيل، ليس هناك مستحيل. إذا جميع اللغات سوف تدرس في هذه القناة هذه، ليس هناك مستحيل. شكرا لكم على حسن التتبع والاهتمام باللغة الصينية. شكرا لكم.